خلال استقباله السفير الإيطالي الجديد بالقاهرة، شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع روما. القوات الجوية تحبط محاولة لاختراق الحدود الغربية وتدمر 10 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة. عقب استفتاء كردستان، الحكومة العراقية تفرض حظرا جويا على إقليم كردستان بدءا من غد وحتى نهاية العام الجار. أخبار من أونلايف، أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك شيماء، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وإلى تفاصيل هذه الجولة، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري أن تعزيز وتطوير العلاقات بين مصر وإيطاليا هدف مشترك لحكومتي وشعبي البلدين. وخلال استقباله للسفير الإيطالي الجديد لدى القاهرة جامباولو كانتيني، شدد شكري على أن اللقاء يأتي تأكيدا على خصوصية العلاقات المصرية الإيطالية والتنسيق والتشاور المستمر بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. من جانبه أعرب كانتيني عن تقدير بلاده للعلاقات مع مصر وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة طفرة في مجالات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، فضلا عن زيادة التنسيق بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بدعوة مجلس النواب للانعقاد ابتداء من يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر المقبل لافتتاح دور الانعقاد العادي 3 للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب. هذا ووجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بالتواصل مع النواب في مختلف القضايا خلال دور الانعقاد المقبل. تمكنت القوات الجوية من إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية وتدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة على الحدود الغربية. استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية تستعد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها على مدار 48 ساعة الماضية. وقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة. يأتي ذلك مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. للمزيد في هذا الشأن معنا هاتفيا الخبير العسكري اللواء الدكتور طلعت موسى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. أهلا بك معنا على أونلايف سيادة اللواء. بداية، رؤيتك وتقديرك لهذه العملية وأيضا تقديرك للجهود المبذولة لتأمين حدود الدولة. يعني أولا الخطة بتاعت تأمين حدود الدولة أثبتت كفاءتها بأنها قدرت تكتسب التحضيرات بتاعة العناصر الإرهابية للقيام باختراق الحدود. أيضا الخطة اشتملت على العناصر الكافية لتوفير المعلومات عن
هذه العناصر وأماكن تواجدها واتجاه عملها. بعد كده كانت العناصر القوات الجوية على درجة عالية من الاستعداد اللي مكنتها منها تتحرك بسرعة وتواجه العناصر الإرهابية التي كانت تنوي الكام دي. ولكن ما ننساش في نفس الوقت ان نقول ان هذه الحادثة بتقول ان العناصر الإرهابية ما زالت مستمرة في خططها الإجرامية واللي تستهدف أمن مصر. ولذلك علينا جميعا أن نكون على أعلى درجة من الاستعداد عشان نواجه هذا الخطر. طيب وفي المقابل سيادة اللواء، يعني إحباط القوات الجوية المصرية لهذه العملية ماذا يعطي من رسائل؟ بدينا أولا يعني أساس بنطمئننا أولا أن احنا قادرين وأدنا بنقوم بعملنا بشكل علمي ومنهج وجيد، وفي نفس الوقت بتقول اننا علينا استمرار في هذا المجال حتى يمكن اننا نضمن لنفسنا الامن المطلوب لينا، وخاصه ونحن بنتجه لاعمال التنميه اللي قطعا العناصر الارهاب دي بتستهدف. طيب سيادة اللواء، ما طبيعة الإجراءات التي تسبق القيام بمثل تلك العمليات لرصد وتتبع الأهداف والعناصر الإجرامية؟ يعني هذه العناصر أساسا أولا جمع المعلومات بالوسائل المختلفة، والوسائل المختلفة هنا هي بعضها عن طريق العناصر الوطنية اللي بتشعر بالخطر وتعبر عنه، ولكن في نفس الوقت أيضا هناك الوسائل الفنية أو التكنولوجية اللي بتساعد على كشف نوايا العدو قبل أن يبدأ في تنفيذها. ويعني هذه الخطط وهذا النظام هو اللي حيسمح للقوات أنها تستطيع أن تواجه الخطر في مكانه وفي الوقت المناسب وقبل أن يتبع الخطر. نعم. إلى أي مدى تعتمد القوات الجوية المصرية أو القوات المصرية بشكل عام على استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة في تأمين الحدود؟ يعني يتسع إلى استخدامها على أقصى درجة، ولكن يبقى في الآخر أن العناصر البشرية في الآخر عناصر لا يمكن الاستغناء عنها مهما كانت الوسائل الفنية. فالوسائل الفنية بتفيد كثير، ولكن في الآخر بتحتاج إلى البشر الذي يستطيع أن يقدر المعلومة التي حصل عليها وكيفية موجودها. طيب المحاولات المتكررة من قبل تلك العناصر لاختراق الحدود المصرية وأهمية أيضا الحزم في التصدي لهذه العناصر، كيف تجد هذه المحاولات سيادة اللواء؟ يعني أنا شايف أن هذه العناصر مصممة، وده يعني أن وراها قوة كبيرة تستطيع أنها تستمر في إمدادها رغم الخسائر اللي تصاب بها، وفي نفس الوقت هي عندها نوع من الإصرار على تحقيق أهدافها، ولذلك يجب أنها يواجهها إصرار آخر مننا على إحباط وإفشال هذه الخطة. نعم، يعني هذه المحاولة أحبطت دخول 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة، الذخائر، المواد المهربة. يعني برأيك ماذا لو لم يتم إحباط هذه العملية على الحدود؟ ماذا كان الحادث أو ماذا كان الجرم الذي كان سيرتكب إذا لم تتم إحباط هذه العملية؟ يعني على الأقل كان حيحصل ستاير في 10 أهداف من عندنا من الداخل. في 10 أهداف؟ على الأقل. على الأقل، نعم. على الأقل كل يعني كل مركبة دفع رباعي بتحمل من الأسلحة ما يمكن إنه يصيب أهداف في الداخل، على الأقل هدف لكل عربي. وبالتالي هذا أقول إنه كانت على الأقل في 10 أهداف عندنا هتصاب بهذه الخسائر. نعم.
سيادة اللواء الخبير العسكري الدكتور طلعت موسى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أشكرك جزيل الشكر. قالت وزارة الخارجية العراقية إن الأمم المتحدة عرضت التوسط لحل الأزمة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان، ونقلت عن تركيا تعهدها بحصر التعامل في موضوع التبادل النفطي مع الحكومة العراقية في أولى الخطوات العملية ردا على الاستفتاء. وفي كردستان أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات أن المفوضية لم تتلقى أي ترشيح للانتخابات الرئاسية قبل 4 أيام من إقفال باب الترشيحات. يأتي هذا فيما أعلنت الحكومة العراقية فرض حظر جوي على إقليم كردستان بدءا من غد وحتى نهاية العام الحالي. يأتي هذا الإجراء بعد رفض مجلس وزراء إقليم كردستان القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية والبرلمان بعد انتهاء إجراء عملية الاستفتاء على انفصال الإقليم. واعتبر مجلس الوزراء الكردستاني في اجتماع اليوم أن قرارات الحكومة العراقية والبرلمان العراقي غير قانونية ولا دستورية على حد زعمه. أعلنت مديرية مطار أربيل الدولي بدء تعليق رحلات شركات الطيران الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية اعتبارا من مساء الغد. يأتي هذا القرار امتثالا لقرار صدر عن سلطة الطيران المدني العراقي بعد أن أمهل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السلطات في الإقليم 3 أيام لتسليم مطاري أربيل والسليمانية، وذلك إلى السلطة الاتحادية. كذلك إخضاع المنافذ الحدودية إلى إشراف هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية. أعلن المتحدث باسم شركة فلاي دبي للطيران تعليق الرحلات الجوية إلى أربيل بدءا من 30 سبتمبر، كما أعلنت المملكة الأردنية الملكية وقف رحلاتها إلى أربيل وسليمانية بدءا من مساء الغد وفقا لطلب السلطات العراقية، فيما علقت كل من شركات مصر للطيران والخطوط الجوية اللبنانية رحلاتها إلى أربيل عقب استفتاء الانفصال عن العراق. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن تركيا وافقت على اقتصار التعامل مع بغداد بشأن صادرات نفط العراق. وأوضح بيان مكتب العبادي أن أنقرة أكدت دعم جميع القرارات التي تتخذها أو تسعى إليها الحكومة العراقية بعد استفتاء الاستقلال الذي أجري في إقليم كردستان. وأوضح البيان أن من بين هذه القرارات تلك المتعلقة بحصر تصدير النفط بالسلطات الاتحادية. قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور جرجاش إن الحوار هو السبيل الأمثل للحفاظ على أمن وتماسك ووحدة العراق. وفي تعليق له على استفتاء انفصال إقليم كردستان وخلال تدوينة لقرجاش على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أشار إلى أن المنطقة خاضت المواجهة وكثيرا ما دفعت الثمن في ملفات عدة. وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت عن النتائج الأولية لاستفتاء إقليم كردستان العراق، حيث أيد الأكراد عملية الانفصال. ميدانيا لقي 20 عنصرا تابعا لتنظيم داعش الإرهابي حتفهم في قصف لطيران التحالف الدولي على صحراء رمادي غرب العراق. وقال قائد عمليات الأنبار إن مقاتلات تابعة للتحالف الدولي قصفت تجمعا لعناصر داعش في صحراء رمادي الغربية، مضيفا أن القصف أسفر عن تدمير عدد من المعدات الخاصة بالتنظيم. يذكر أن القوات الأمنية العراقية سيطرت بدعم من أبناء العشائر على مدينة رمادي بمحافظة الأنبار، فيما شهدت 3 مناطق محيطة بالمدينة شهدت مواجهات مع عناصر من داعش بعد تسلل التنظيم إليها. وإلى الأزمة السورية، حيث نددت فرنسا بقصف مدنيين في إدلب وحماه داعية روسيا للالتزام بتعهداتها التي قطعت في أستانا للحد من العنف في المنطقة. في سياق متصل، أدان مساعد المبعوث الأممي لدى سوريا للشؤون الإنسانية يان إيجلان الهجمات على 5 مستشفيات سورية ومخزنين للمساعدات الإنسانية في إدلب، لافتا إلى ضرورة وجود آلية لضمان عدم استهداف المنشآت الإنسانية.
كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميسورا أبلغ مجلس الأمن الدولي عزمه عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر المقبل أو بداية نوفمبر، مشيرا إلى أنه سيجري لاحقا تحديد الموعد النهائي لهذه المحادثات. ودعا المبعوث الأممي الأطراف العملية السياسية في سوريا إلى تقييم الأحوال بواقعية ومسؤولية اتجاه شعب سوريا والإعداد بجدية للمشاركة في محادثات جنيف دون شروط مسبقة. أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن الحل المستدام في سوريا يأتي عبر انتقال سياسي لا يسمح بأن يحل النفوذ الإيراني محل تنظيم داعش الإرهابي بعد هزيمته. وأضافت لي على أو خلال كلمتها أمام مجلس الأمن حول التطورات السورية أن الولايات المتحدة ملتزمة بإيجاد حل في سوريا، مشددة في الوقت نفسه على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. قضت المحكمة العسكرية في لبنان بإعدام أحمد الأسير في القضية المعروفة بأحداث عبرة. وأوضح المصدر أن الحكم بالإعدام شمل الأسير وموقوفين اثنين من أنصاره وخمسة آخرين غيابيا في القضية. جاء المطرب اللبناني فضل شاكر من ضمن المحكوم عليهم ب15 عاما. يذكر أن مجموعة مسلحة بقيادة الأسير خاضت عراكا مسلحا ضد الجيش اللبناني في منطقة عبر جنوب بيروت ما أدى إلى مقتل 18 عسكريا. وجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض الملكي الشكر لمصر لدورها في تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس. وأضاف المالكي في تصريحات تلفزيونية أن القيادة الفلسطينية اتخذت قرارا بشأن تحرك الحكومة من الضفة إلى قطاع غزة يوم الاثنين المقبل من أجل استلام مهام الوزارة بشكل كامل بالقطاع. وأوضح المالكي أن ذلك يأتي تطبيقا للاتفاق الذي تم برعاية مصرية، مؤكدا أنه سيكون هناك وفد مصري رفيع المستوى يوجد بالقطاع لضمان تنفيذ بنود الاتفاق. اقتحم مئات المستوطنين اليهود قبر سيدنا يوسف بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة تحت حراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا وقد قام عشرات شبان الفلسطينيين برشق قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة لمواجهة المستوطنين، فيما أطلق الجنود الأعيرة المطاطية. وفي القدس المحتلة شهد محيط جامعة القدس مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي إغلاق منطقة تضم 16 قرية فلسطينية. زار وفد من الشخصيات الاجتماعية بحضور الشيخ بلعيد الشيخي مستشار القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ومسؤولي نادي التحدي، زاروا مدير أمن بنغازي لتقديم الدعم العيني والمعنوي للمديرية. وحث الوفد مسؤولي الأمن في المدينة على ضرورة فرض الأمن ومكافحة الجريمة بأشكالها وتقديم الخدمات للمواطنين. في إطار المسؤولية الاجتماعية نحو بناء مدينة بنغازي بعد فترة الحرب على الإرهاب، تقدم عدد من الشخصيات الاجتماعية على رأسهم الشيخ بلعيد الشيخي مستشار القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية للشؤون الاجتماعية ومسؤولي نادي التحدي الرياضي بتكريم مديرية أمن بنغازي ودعمهم لفرض الأمن ومكافحة الجريمة. تكريم لمديرية مدير أمن مدينة بنغازي، هذه المديرية التي قائمة على أمن وأمان أهالي وأبناء مدينة بنغازي، هذه المديرية التي تعاني من المشاكل الكثيرة نتيجة الظروف اللي تمر به مدينة بنغازي من أطار الحرب. فنحن باسم إدارة نادي التحدي حبينا أن نساهم ونكرم هذه المديرية وأن ندعمها بشيء بسيط، وهو في حقهم يستحق الكثير والكثير. مدير أمن بنغازي العقيد فايز الشلماني أكد على أن كافة الإدارات التابعة للمديرية أصبحت تعمل بكفاءة عالية لخدمة المواطنين. نحن بعون الله قائمين بكافة الخطط الأمنية لتأمين كافة احتفالاتنا ومناسباتنا والإنجازات التي تم افتتاحها أخيرا، بالإضافة إلى الخطة الأمنية والانتشار الليلي وعمل المراكز خلال 24 ساعة
بالإضافة إلى صيانة مقراتها السابقة اللي هو ما يصلح أن يصين من جديد. واللي على الأرض زي ما يقولوا تم التعاقد مع شركات لإعادة البناء من جديد عن طريق الحكومة المؤقتة، وتم أهم شيء هو توفير الخدمة للمواطن بأي طريقة وبأي كيفية وفي أقل الإمكانيات، لزي ما قلت لك لعدم تعطيل المواطن أو عدم تعطيل حاجة الليبيين بصفة عامة بعون الله. أكثر ما تحتاج إليه بنغازي هو تكاتف أبنائها من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب كي يعيشوا مواطنيها حياة كريمة. بكر الشراوي، بنغازي، أول لايف. في اليمن، أكد رئيس أركان الجيش اليمني طاهر العجالي أن النصر على ميليشيا الحوثي بات أقرب من أي وقت مضى. وأضاف العجالي في كلمة ألقاها خلال عرض عسكري بمحافظة مأرب أن الجيش اليمني يقف بالمرصاد للمشروع الانقلابي وعازم على تحقيق النصر على تلك الميليشيات، موجها رسالة شكر وتقدير للتحالف العربي بقيادة السعودية لدورهم في التصدي لتلك الميليشيات. ميدانيا، سقط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وذلك في معارك على الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية خلال محاولة الميليشيا المتمردة اختراق الحدود. وأكدت مصادر عسكرية يمنية أن 20 من ميليشيا الحوثي سقطوا في قصف للتحالف العربي قبالة حدود جازان جنوب السعودية، فيما أصيب العشرات. نتابع معكم مشاهدينا جانبا من جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في ميانمار. عمليات يشنها جيش خلاص روهينجا راكان ضد المدنيين، هذا بالإضافة إلى متفجرات يدوية الصنع، كما أن هناك تقارير تشير إلى بعض الأعمال الراديكالية والتي تطلب إلى الهندوس أن يهاجروا ومع المسلمين نحو بنغلاديش، وثمة من يشير إلى عمليات إرهابية في قرى، وهناك بعض السجناء بالإضافة إلى شرائط فيديو التي يتم توجيهها إلى رؤساء جيش الخلاص وإلى كل من يدعمهم في الخارج. وهذا العنف في ولاية راخين أو هناك اتهامات لزيادة العنف من قبل هؤلاء الإرهابيين، نرى أن هناك جهود تبذلها الحكومة المحلية لحل الوضع في ولاية راخين والإبقاء على الحوار مع الهيئات الأممية، بالإضافة إلى كل الهيئات التي تعنى بحماية الحقوق، وذلك في إطار العمل الرسمي من قبل النبيد واللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذا بالإضافة إلى عودة اللاجئين الموجودين في بنغلاديش، ونشير أيضا إلى أن السلطات المحلية في ميانمار مستعدة للتوصل إلى اتفاق، وذلك في إطار اتفاق 1993، ويمكن للسلطات المحلية أو هي اقترحت على بنغلاديش أن تبدأ بمحادثات مع بين وزارتي الخارجية، وهذا التدبير يبدو مفيدا، ونحن نعول على الدعم القوي للأسرة الدولية لحل هذه الأزمة الإنسانية. ينبغي بهؤلاء الأشخاص أن يحصلوا على المساعدة التي هم بحاجة إليها، والسلطات المحلية بدأت بتطبيق توصيات اللجنة الاستشارية التي ترأسها السيد عنان بعد عقد اللجنة التنفيذية مرتين. وأود أن أشدد على أن هناك ضغوط كبيرة ونذكر بموقفنا
والوضع في ولاية رخين لا يمكن أن نحله إلا من خلال التدابير السياسية ومن خلال الحوار بين مختلف ممثلي الطوائف بالإضافة إلى الإثنيات. ونحن نوجه دعوة لكل الفعاليات الخارجية لكي تتوصل إلى تقييم موضوعي. علينا أن نكون بدقة، نتحلى بدقة كبيرة عندما نتحدث عن التطهير العرقي، وعلينا أن نشدد على جهود الحكومتين في ميانمار وبنغلاديش لحل هذه المشكلة المعقدة، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وعلى أساس من المساواة. علينا أن نتفادى التشنج وزيادة التوتر. لا يمكن أن نقبل براديكالية في المنطقة، ويمكن للإرهابيين والمتطرفين أن يستفيدوا من هذا الوضع وهم موجودون في هذه المنطقة. وما يثير قلقنا هو أن نعرف كيف سيؤثر ذلك على الاستقرار الإقليمي. ونحن نرى أن ما من رفض للتعاون مع الأمم المتحدة، كان هناك دعوة للأمين العام للأمم المتحدة والسيد فيلتمان قام بالزيارة لميانمار، وذلك لتعزيز المصالحة، ولا يمكن ألا نستفيد من هذه الفرصة. هذا غير منطقي. علينا أن نستخدم جهود الوساطة الأممية ولكي نتوصل إلى شراكة بناءة للحكومة وممثلي كل المجموعات المحلية، وذلك لحل هذه المشكلة المعقدة. علينا ألا ننسى أن هناك وضع اقتصادي طارئ. وشكرا، أشكرك سيدي وأعطي الكلمة إلى إيطاليا. شكرا. Face the alarming situation in the Rakhine State. شكرا السيد الأمين العام. بالنسبة لتدفق اللاجئين وفرارهم في الشهر الماضي، إذن مشاهدينا تابعنا جانبا من جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في ميانمار. وأهم ما جاء في هذه الجلسة أن الأمم المتحدة تدين العمليات العسكرية ضد أقلية الروهينجا في ميانمار، وأيضا السلطات المحلية في ميانمار مستعدة للتوصل إلى اتفاق وإجراء حوار وإجراء مفاوضات. إذن هذه عودة إلى سياق جولتنا الإخبارية، حيث مررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروعي قانون لفرض مزيد من العقوبات على ميليشيات حزب الله اللبنانية، وسيعرض المشروعان للتصويت أمام مجلس النواب، وفي حال إقرارهما سيحالان إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعهما ليصبح أمرا نافذا. وينص تشريعان الجديدان على تجديد العقوبات ضد ميليشيات حزب الله وزيادة القيود على معاملاته المالية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان واستخدام المدنيين كدروع بشرية. نظم مئات الهنود مظاهرة ضد انتهاكات قطر لحقوق العمالة الهندية لديها، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسوء المعاملة التي تتعرض لها العمالة الهندية ضمن ما تلاقيه العمالة الأجنبية في قطر. كما ندد المتظاهرون بدعم قطر للإرهاب الذي طال بلادهم. يذكر أن وكالة التحقيق الوطنية الهندية أعلنت أن الجزء الأكبر من الأموال التي يتم توجيهها من قطر إلى منطقة مالابار تحت مسمى الأعمال الخيرية يتم توزيعها على وكالات لها صلات بجماعات إرهابية. شديد هذه النشرة متواصلة معكم فيها بعد فاصل. حوالي 7 أشخاص يلقون حتفهم وإصابة آخرين بجروح خطيرة في انفجار سيارة ملغومة في أحد أحياء العاصمة الصومالية مقديشي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. أهلا بكم. أعلنت الصين أنها ستقوم بإغلاق جميع الشركات الكورية الشمالية والمشاريع المشتركة الموجودة على أراضيها. وقالت وزارة التجارة الصينية إن جميع المشاريع المشتركة القائمة مع الشركات الكورية الشمالية في الصين وكذا الشركات المملوكة من قبل شركات أو أفراد من كوريا الشمالية بالأراضي الصينية سوف يتم إغلاقها في غضون 120 يوما. وأشار البيان إلى أن المشروعات المشتركة المقامة من قبل الشركات الصينية في الخارج بالتعاون مع كيان أو أفراد من كوريا الشمالية سيتم إغلاقها أيضاً.
حل رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي مجلس النواب في قرار يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تادامورو أوشيما حل المجلس بموجب المادة 7 من الدستور. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في غضون 40 يوما على الأرجح، في خطوة يرمي من خلفها أبي للاستفادة من ضعف صفوف المعارضة خلال الوقت الحالي. قتل 14 شخصا على الأقل من أقلية الروهينجا خلال غرق مركبهم في خليج البنغال أثناء فرارهم من ميانمار تجاه بنغلاديش. هذا وقد أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 500,000 من الروهينجا لجأوا إلى بنغلاديش منذ نهاية أغسطس الماضي هربا من حملة قمع شنها الجيش في ميانمار. لقي 7 أشخاص على الأقل حتفهما فيما أصيب آخرون بجروح في انفجار سيارة ملغومة في حي بالعاصمة الصومالية مقديشيو. وقال مصدر بالشرطة الصومالية إنه لا توجد معلومات حتى الآن إن كان الانفجار قد نفذ بيد انتحاري أم كانت سيارة ملغومة متوقفة. طلب رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا من الولايات المتحدة رفع حظر على سفر مواطني تشاد، قائلا إن الحظر قد يؤثر على التزامات تشاد الأمنية. وأضاف كيتا أن مالي شريكة مهمة في الحرب ضد الإرهاب في منطقة دول الساحل الخمس وخارجها، داعيا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية. أدى إعصار إرما الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية في شهر سبتمبر الجاري إلى مصرع ما لا يقل عن 72 شخصا، وفق حصيلة جديدة أعدت استنادا من البيانات الصادرة عن السلطات المحلية. وقد معظم ضحايا غرقا أو نتيجة حوادث سير أو تسمم بأول أكسيد الكربون، وهو ما يحصل غالبا عند استخدام مولدات للكهرباء داخل المنازل. كما أدى إرما إلى مصرع ما لا يقل عن 40 شخصا في الكاريبي، ما يرفع حصيلته الإجمالية إلى 112 قتيلا على الأقل. شاهدين هذه النشرة متواصلة معكم فيها بعد لحظات. بحضور ممثلين عن 70 دولة، شرم الشيخ تستضيف فعاليات مؤتمر سيناء عاصمة السياحة الدينية لثلاثة أيام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. أهلا بكم. أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية 47 لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية 47 لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وقام الفريق أول صدقي صبحي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. وأكد القائد العام أن تاريخ مصر يفخر بالدور الذي حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر بالتكاتف مع رجال القوات المسلحة، وأيدته جموع الشعب المصري في حركة ثورية مباركة استهدفت الخلاص من الاستعمار والتبعية وبناء جيش وطني قوي من أبناء الوطن قادر على حماية الوطن واستقراره. حضر المراسم أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هو قائد ثورة 23 من يوليو لعام 1952، وقد رسخ مبادئ العدالة الاجتماعية وخطى بمصر في طريق النمو الاقتصادي. هذا هو جمال عبد الناصر الذي رسخ لمبادئ وقيم العدالة الاجتماعية ونادى بالوحدة العربية وشارك في تأسيس حركة عدم الانحياز، وما زال قراره بتأميم شركة قناة السويس أيقونة لا يمحوها الزمن في استقلال القرار الوطني وانتصار لإرادة شعب. تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. عبد الناصر ابن صعيد مصر،
المولود في الإسكندرية عام 1918 خاض النضال صغيرة، حيث شارك في مظاهرات الطلاب عام 30 احتجاجا على دستور صدقي. لما أتم عبد الناصر دراسته الثانوية قرر الالتحاق بالجيش، ووضع ناصر أمامه هدفا واضحا في الكلية الحربية، هو أن يصبح ضابطا ذا كفاءة وأن يكتسب المعرفة والصفات التي تسمح له بأن يصبح هذا القائد. شهد عام 1945 انتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية حركة الضباط الأحرار، حتى كانت تجربة حرب فلسطين التي كانت لها أثار بعيدة على جمال عبد الناصر، وقد جرح مرتين أثناء الحرب ونقل إلى المستشفى. ونظرا للدور المتميز الذي قام به خلال المعركة، فإنه منح نيشان النجمة العسكرية عام 49. وبعد رجوعه القاهرة أصبح جمال عبد الناصر واثقا من أن المعركة الحقيقية هي في مصر، وبدأت الأوضاع في تدهور في القاهرة، وهو ما كان له أثره على الضباط الأحرار الذين خرجوا بتصميم منقطع النظير في 23 من يوليو عام 52 معلنين الثورة، ومعها خلاص مصر من سنواتها العجاف. وفي 24 من يونيو عام 56 انتخب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية، ومعه انطلقت مصر لطريق الإصلاح والنهضة، وانطلق داعيا للوحدة العربية، ساند حركات تحرر دول العالم الثالث. وفي 22 من فبراير عام 58 أصبح جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة بعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا. وظل ناصر في طريق الكفاح حتى وفته المنية في 28 من سبتمبر عام 1970. انطلقت فعاليات مؤتمر سيناء عاصمة السياحة الدينية بحضور ممثلين عن 70 دولة وقيادات دينية تجوب محافظة جنوب سيناء لدعم السياحة الدينية بدعم ورعاية اليونسكو. وأكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل على أهمية السياحة في مصر باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وجغرافية متعددة. جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر والتي ألقاها نيابة عنه وزير الآثار خالد العناني، والذي أكد خلالها أيضا أن سيناء شمالها وجنوبها تضرب نموذجا في التسامح الديني والجمع بين مختلف الأديان السماوية. الآن مشاهدينا إلى إطلالة علوية من مدينة شرم الشيخ، حيث احتفالية سيناء عاصمة السياحة الدينية. أعلن رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس الفريق مهاب مميش عبور 59 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 3,700,000 طن. وقال مميش إن الزيادة المضطردة في أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خير دليل على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة وزيادة الطاقة العددية والتصريفية للقناة، ما يرفع من تصنيف القناة كأكبر وأسرع مجرى ملاحي في العالم. قضائيا، قضت محكمة جنايات بني سويف بالسجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام للإخوان وثلاثة آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث بني سويف. ويواجه المتهمون اتهامات بحرق مركز شرطة والشارع العقاري ومدرسة راهبات خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 من أغسطس لعام 2013. ويحاكم في القضية 93 متهما، بينهم 25 محبوسا و67 هاربا. وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة والمبيدات الزراعية المغشوشة به أطنان من المنتجات المقلدة. نتابع. أطنان من الأسمدة والمبيدات الزراعية داخل مصنع أسمدة ومبيدات بمزرعة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية. المصنع غير مرخص والأسمدة والمبيدات مجهولة المصدر، بل ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات الوطنية في هذا المجال وأيضا شركات عربية، ما استدعى قيام الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع أمن الشرقية وبناء على هذه المعلومات المثبتة بالتحريات بمداهمة المصنع لتضبط 450 طن أسمدة سوبر فوسفات وما يقارب 400 طن مبيد الكبريت غير مصرح بتداوله ومجهول المصدر و200 طن مواد خام مجهولة المصدر، كما تم ضبط خط إنتاج كامل ذو تقنية عالية بمشتملاته وكميات كبيرة من الأجولة الفارغة المنسوبة لكبرى الشركات الوطنية، وتم إغلاق المصنع وتعيين حراسة عليها. نهاية الجولة الإخبارية التي لم يتبقى فيها سوى تذكرة بأهم عناوينها. خلال استقباله السفير الإيطالي الجديد بالقاهرة شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع روما. القوات الجوية تحبط محاولة لاختراق الحدود الغربية وتدمر 10 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة. عقب استفتاء كردستان الحكومة العراقية تفرض حظرا جويا على إقليم كردستان بدءا من غد وحتى نهاية العام الجاري. إذن مشاهدينا إلى هنا تنتهي هذه النشرة، ودائما مستمرون مع حضراتكم على شاشة أون لايف. طابت أوقاتكم.